بغينا نهضروا على هذا المشكل ديال هاد الدار هذه عامين وهما ملي دعموا غير التدعيم ده هذا وهذا التدعيم هذا اللي تيبان لك راه شي من 2006 هما مخلينوه هنا تيجيو صحاب لا دير تنهضروا معاهم ما تيديوهاش فينا الدار هو كل نهار تيطيحوا الحجر هذيك النهار طاحت المدريه هنا على شويه وعلى الدراري حنا وليداتنا هنا تيخرجوا تيلعبوا هذا خويا راه حنا في الخطر اذا كاين شي مسؤول ولا شي واحد اللي وصل له هذا الشيء راه حنا نهضروا وما كاينش وها الحومه هي اللي درتي دا سولتيه هيقول لك الحومه تتريب الحومه مزهد لا كلها ولكن هاد الدار هي المشكله الرئيسيه اللي بغينا نهضروا عليها هاد النهار الله يجازيكم بخير هادي راها يوميا تتريب يوميا تنكونوا ناعسين تنسمعوا السقوفه ديالها تيريبو هادي عين الزيتون دخله رئيسيه في المدينه دابا ولاو تيقواو فيها الكوال السياحه كلها ميزون دوت تيصلحو اللي بغاو والمدرسة عاوتاني الإعدادية هي دي الإبتدائية المهم الحومة نشيطة بنادم دايز راجع تايه بطول المسؤولين عينا نهضروا معهم ما كاينش اللي يداها فينا هذوك صحاب لادير تيقلبوا على ما راك يدخلوا يصوروا مصروفو بغينا المهم نشدوا المسؤولين إذا كاين شي واحد اللي لي هذا يبادروا بها الله يرحم الوالدين ما تنطلبوش شي حاجه راسنا حنا عندنا ما المتطلبات ساكنين غير في الردم كل شيء رايب علينا ولكن الخطر اللي بغينا يزول الله يجازيكم بخير خايفين من طيح الدار هذه هذه يوميا تتهدى تيطيح الحجر تيطيح ما ادري هنا ها هي شوفها هذه هذه البلاصه هذه ها هي دي راه كانت فيها التدعيم الرافي وطاح تاي اللي تيدير في مول الفران ولا هذا وراني هادشي هذا الشيء دابا هذا الخشب داروه في 2006 وهذه 2022 بغينا نعرفوا غير واش راه غادي تريب راه غادي تريب ما تريبش يجي ويصلحوا ولا نعيطوا ماليها ولا يشوفوا يديروا شي حل حنا المتطلبات ديالنا هي هاد الدار الله يجازيكم بخير المطلب الرئيسي ديك النهار هضرنا مع ساعه القايد قال لك راه عندهم غير 6 شهور الدوسي ديالها تدفع 6 شهور ويجيو يريبوا وساعدناهم ولاو وزادوا دعموا هنا للراجل هو دا ولد عمنا ودرنا معاه غير مشكل دخلنا ورغبنا وزوجنا ساعة هو دابا تيلومك تيقول لك انا خويا هذا عبد العالي اه ما كاين شراب الخدمه راك عارف هذه الوقيته هذه سعادة القايد قال لك ست شهور غادي يكون هذا الشيء ناضي هذه ملي بدات كورونا على الهضره ديال المسؤول وهي هذا الشيء هكا هذا الشيء غير الوعد اللي وعدنا وما تدعم مرة من 2006 وبحث على راسك كتصيبهم ال 2006 ملي وقفوا التدعيم والمدينه كلها هابطين تيصلحوا فيها وتيها تيهدا حنا هاد الحومه هادي ما نعرف مالها الله يجازيك بخير حنا مشكل ديال هاد الدار هادي مشكل كي, كي المهم راه كتريب ماشي عاد كطيح الحنوش دابا في الصيف آه داكشي بوحدو الحشرات والطيوح كثر راه والله الا وليداتنا كيخرجوا يلعبوا ولا يخرجوا غير بلا مثلا نكونوا خارجين من الدرب راه حنا كنخافوا لحقاش شحال النوبه الدار هي هذيك كتكون هكا غطلو حتى الحجر ما كتعرفش راسك باش كتبلى راه والله مشكل زعما مشكل كبير ماشي خصنا شي حل لهذا هذا عينا مشينا تشكينا وعاودنا 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 ولكن حتى شي واحد ما كي ما كي ما كيستجب للهضره ديالنا اللي كنمشيو في الحقيقه خصنا شي حل ماشي خايفين يعني راه لا بالنهار ولا بالليل ولا راه باش ملي كنكونوا خارجين هكا مبضطر حتى تنطلوا عاد كنخرجوا حتى عاد كنخرجوا والله القاسم ورا بيان سيغ راه كان اه شنو راه بنادم كيشهد هذيك و... كراف... راه راه الشهاده ضروري ولكن راه بنادم خايف كذبش عليك راه و... وتشكينا ماشي نوبة ماشي جوج راه ماشي نوبة ماشي جوج تشكينا وعاودنا 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 ولكن احنا عايشين هنا في مشكل غنبقاو قاسين الحجر كيتمهود علينا احنا والناس ديال الحومه ولادنا خوتنا عيالاتنا كيدوزوا من هنا يعني عايشين في خاطر ما يبدلو لنا حتى شي حاجه راه ما كنهضروا معاهم وتشكينا وتشكينا باش يجيو غير يديروا شي حل واش يريبوها واش يصلحوها حنا كاجنا شي حنا كاسين الخشب كيطيح علينا باش حنا كنكونو دايزين الخشب يطيح علينا راه والله من هذا من الكار يجيو يديروا لنا شي حل الحنوشه حنا راه عاد عاد قتلنا هنايا حنش حنش كبير ماشي زعما حنش صغير ولا ويتم دا شي دري صغير ولا هادي عضو ولا بنادم كبير يطيح عليه من الفوق يهود عليه يقتلو ولا يعني خصهم يديروا لنا شي حل في المشاكل هذه والدار راه يعني مدفوعه للادير باش باش تريب يا تريب يا تصلح هذا هو المشكل اللي عندنا حنا في هذا وهنايا راه كيدوز الناس السياحه كيدوز الكوار كيدوزوا الاجانب كيدوزوا الناس ديال البلاد كيجيو من مراكش كيجيو من اكادير كيجيو من الدار البيضاء كيجيو من من هنا يهودوا للمدينه القديمه هنا هادي راه هباب راه دخلتها هي للمدينه القديمه خصهم يديروا لها شي حل ضر عندنا ضر رانا حنا مكاليه لنا حنا تصلحنا وجاو هما وقالوا كالوا لنا قال لك شهر قال لنا دابا هذه دابا ثلاث سنين وحنا وحنا مكالين الدار وحصلنا حنا وش قلنا الدار ديالنا يا جرنا الدار ديالنا غادي غير جديده دابا حنا اللي كانين حنا راح ما خليناوش يكالي في النوم الاولى جاو بداو كيرغبوا خليناهم كالي شكون اللي ضمن؟ ضمن القايد هو اللي قال لنا قال لنا شهر ها هو السيد معايا بالشهود ها هو السيد علي معايا بالشهود بزاف د الناس هنا كيشاهدين وهادشي فين غادي به قال لك انا خلي مشيت عند لادير قال لك خلينا احنا غادي غتري بغات تقطع الطريق قلنا لهم احنا ما عندناش من الاضرار عندنا الناس هما تحت منا هما هم غتشد عليهم كاع الدرب كله خويا المشكل اللي عندنا هو ان هاد الدار مشكلة علينا خطر كبير في, في اي لحظه كنا داخلين خارجين الحجر كيطيح هاد التعميد مساعدين هي الشفاره كل خطره كنسمعوا الدرديك يعني هاد الضرمه مسكونه ما حتى شي حاجه تيخصهم اما يجيوا يطيحوها ولا يديروا شي حل عندنا الدراري الصغار عندنا فهمتي كنخرجوا حنا براسنا كنخرجوا مكان كنخرجوا خايفين على راسنا بزاف على هادشي هذا يعني ما بغاوش قاع يديروا حتى شي حل مشينا للدائره مر ماشي مره ماشي جوج و يوميا كنشهدوا ماشي هادشي راهو داك عايشينو يعني هادشي راهو داك بزاف ما بغاوش كاع يديروا حل لهاد الدار ماليها خاوينها ما ساكنين فيها ما حتى شي حاجه الشفاره ديما فيها كل ليله ما كاينش ليله اللي ما كنسمعوش الدرديك يعني هانتوما الا مشيتو تال تما تشوفوا راهو تلقاو البيبا باب مفروعه واي حاجه يعني خصهم يجيو يديروا لنا شي حل لهاد الدار هذا اخويا المشكل اللي عندنا في السكن هذا هو خطر على البعد على, على التلاميذ ديال المدرسه والناس ديال الحي والناس اللي كيسرقوا كيطلعوا على الصباح ويطلعوا من دار لدار والمهم وهذا الشيء خطر خطر جدا ماشي غير شويه وكنطلبوا من زعما من هاد السلطات يشوفوا من هاد الشيء هذا الدار هدي راه فيها بزاف ديال ديال الحوايج تيوقعوا لنا حنايا الوليداتنا صغيورين وكذا وراه كطيح طرف بطرف دابا <applause> <تبقى> صوم بتروب هذا الشي هذا الله يجازيك بخير وجينا على الشارع ما جايينش مخبيين ولا شي حاجه شارع رئيسي وكيدخلوا التوريس وكيدخلوا بزاف الناس من هنايا على هاد الشارع كيران تيوقفوا ديال التوريس و وتي اه و تيهبطوا من هنايا وما كاينش وما كاينش لا نهي لا منتهى هذا التدعيم هذا راه دابا ضارب 15 عام ولا 16 عام باش ضارب هذا يعني من 2005 2005 دعمت هذا الشيء هذا هو الاول 2005 شو شحال هذه من سنه هذه راه 17 سنه باش باش دعم هذا الشيء ولهذا الله يجازيهم بخير يشوفوا فينا بعين الاعتبار الله يجازيكم بخير عندي اربعه هاد الوليدات صغار تيقيلو هنا كيلعبو انا بقا قلت لك نخافوا عليهم وكنقيلو شي جنينهم في الدار ما نخليهمش يخرجوا لان هذا الشيء هذا راه ساعه ساعه كطيح طوبه ساعه ساعه كطيح طوبه غدا عادي ولاو زادوا تدعيم وقت ما يهبطوها يصلحوها زادوا الناس تدعيم واحد اخر عاوتاني يدعم هادي ويفرع هادي فهمتيني ولا لا انا هادي راه فرعوها هذاك الشقايق اللي فيها والله بالتدعيم ما تتفرعتش <applause> والله الا فرعوها بالتدعيم الميزانيه ديال التدعيم يصلحوا بها ميزا... الميزانيه ديال التدعيم يصلحوا بها والاصلاح اللي دايرين داك 8 مليون الدار باش تصلح وداك الشيء انا هنايا خاسرين عندي هنايا خمسة وسبعمية. فين مشا فين مشات فين مشات جوج و300 شكون داها انا ملي قلنا لهم رجعوا معنا حساب قالت لك راه داز احتسب صالات ما بقات شيء كذا هادشي هادشي صعيب بزاف شي شويش اخي كان يعني يشوفوا في استاد المدينه حنا ما بقيناش شيء هنايا حنا منسيين مدينة منسيين الناس ديالها ولا حيوطها والمغرب كامل هو مدينة فاس فهمتي المغرب كله معروف بمدينة فاس مدينة العلم فيها الصانع التقليدي ومازال تزيد الدور في بلايص وحداخرين كثار من هذا الشيء والناس ما مع من تهضر ليه هضرتي معاه تيلوح الجهه وحده من هنا لهنا انت كتقنط في حالاتك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي